بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم اسلام في فيديو جديد لأهم نشرة أخبار في الوقت الحالي لجمهورية مصر العربية. يا ريت قبل ما نبدأ في الفيديو ما ننساش نعمل ضد تركيا في المتوسط وسوريا، ومصر توجه رسالة خطيرة جدا للشعب بشأن سد النهضة. تابعوا الفيديو عشان تعرفوا التفاصيل. وإثيوبيا تتهم مصر بمحاولة السيطرة على مياه النيل بناء على نظام يعود للحقبة الاستعمارية. مش عارف، احنا بنطالب بحقنا فيقولوا علينا ان احنا عاوزين نرجعهم للحقبة الاستعمارية، حاجات غريبة كده. ونهر النيل من انهار جهنم، تصريح عالم ازهري ازاي معرفش. تابعوا الفيديو عشان فيه تفاصيل مهمه جدا. وتعالوا ننتقل لاول خبر معانا، وهو الجيش المصري واليوناني والقبرصي وبيانا ضد تركيا في البحر المتوسط وسوريا. اصدر رؤساء الدول والحكومات الثلاث في مصر وقبرص واليونان بيانا ثلاثيا عقب القمه في مصر، جددوا فيه دعمهم الثابت لجهود قبرص للتوصل إلى حل للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن. وطالبت الدول الثلاث في بيان مشترك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي أناستيتسيدز ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس تركيا بأنها أعمالها الاستفزازية والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية، مشددين على أن يأتي هذا الحل متسقا مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأشار البيان إلى أنه تحقيقا لهذه الغاية يظل سحب القوات الأجنبية شرطا لا غنى عنه بالنسبة لجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة، مؤكدين على أن الأمم المتحدة لا تزال الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية. كما أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المنطقة البحرية في الجزء الشرقي في البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي. كما دانت الدول الثلاث المحاولات التركية الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخاصة الجرف القاري لقبرص في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقا للقانون الدولي. وأعرب البيان عن رفض زيادة التواجد العسكري في المنطقة وهو ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المتوسط. وأدان رؤساء الدول والحكومات الثلاث انتهاك المجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجا الذي يتعارض مع القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاث عن رغبتهم في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعي من خلال عدد من الاتفاقات ذات الصلة. وأكدوا على أن اكتشاف احتياطي المواد الهيدروكربونية من شأنه أن يكون حافزا على الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفي هذا الصدد رحبوا بالإعلان عن إنشاء منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط. كما ناقشوا التطورات الأخيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، معربين عن قلقهم البالغ إزاء وصول المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، حيث أكدوا على الحاجة إلى دور دولي فعال للتغلب على الجمود الذي تشهده المفاوضات في الوقت الحالي والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، خاصة بعد مرور 8 سنوات من المفاوضات المباشرة دون تحقيق نتائج ملموسة. وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاث تأكيدهم على أن الاتفاقات السابقة، خاصة إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 الذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم والعمل بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، يجب أن تكون الأساس للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. وأعربوا عن قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراضي السورية، وأكدوا ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية. وأعربوا عن إدانتهم القوية لأي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية أو القيام بأي تغييرات ديموغرافية متعمدة في سوريا. المصدر RT. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة، ريت تنزل تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، ده هيدعمنا كتير جدا. ويلا ننتقل للخبر التالي. طيب تعالوا ننتقل للخبر التالي، وهو مصر توجه رسالة
للشعب المصري خطيرة بشأن سد النهضة. وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن أزمة سد النهضة. وقال رئيس الوزراء المصري اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري: الحكومة تطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل. وكشفت الحكومة المصرية أنها بدأت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بوضع رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037 شارك فيها خبراء من خيرة عقول مصر. وأوضح أن تلك الرؤية أخذت في الاعتبار الزيادة السكانية والموارد المالية، مشيرا إلى أن تلك الرؤية تشمل التحويل إلى الري الرشيد ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والتوسع في محطات التحلية سواء تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية. وقال إن الخطة في هذا الشأن بدأت بالفعل، موضحا إتمام تنفيذ مشروعات عدة في إطارها خلال أقل من 3 سنوات بتكلفة بلغت 110 مليار جنيه. وتابع رئيس الوزراء: طبقا لكل الأرقام الدولية فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، وكلما يزيد عدد السكان يتناقص نصيب الفرد من المياه، فنسبتنا من مياه النيل ثابتة وستظل ثابتة. المصدر وكالات. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناة، ريت تنزل تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، ده هيدعمنا كتير جدا. ويلا ننتقل للخبر التالي. طيب تعالوا ننتقل للخبر التالي، وهو: اثيوبيا تتهم مصر بمحاولة السيطرة على مياه النيل بناء على نظام يعود للحقبة الاستعمارية. اتهمت اثيوبيا الحكومة المصرية بمحاولة الحفاظ على سيطرتها على مياه النيل باقتراح تقول انه سيهدد سد النهضة الذي يتم انشاؤه على النيل الازرق. وفقا للتصريحات التي نقلتها وكالة رويترز، فإنها تبرز الصعوبات التي تواجه التوصل إلى حل وسط بين البلدين بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير. وقالت إثيوبيا في تفسيرها لقرارها إن الخطة المصرية متحيزة وبها عيوب وستعرقل في نهاية الأمر تنميتها الاقتصادية. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في مذكرة بتاريخ 1 أكتوبر تم توزيعها على السفارات إن اقتراح مصر بمحاولة الحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقد ضد أي مشروع في نظام النيل، وتعتمد مصر على النيل للحصول على ما يصل إلى 90% من مياهها العذبة، وتخشى من أن السد الذي يتم بناؤه في إثيوبيا بالقرب من الحدود من السودان سيحجم الإمدادات الشحيحة بالفعل. المصدر رويترز. اقتراح مصر الجديد حول سد النهضة تجاوز الخط الأحمر لإثيوبيا. قالت وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا إن اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين، مشيرة لأنه يعتبر عبورا للخط الأحمر بالنسبة لإثيوبيا. وقالت الوزارة في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة إن اقتراح مصر يعتبر عبورا للخط الأحمر. وقالت الوزارة في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة إن اقتراح مصر يعتبر عبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي للمشروع وآخر التطورات في الاجتماع الثلاثي الذي جمع مختلف أصحاب المصلحة. وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فإن مدير شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة ديفيرا بين قال إن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 متر فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاثة. ورفضت إثيوبيا الاقتراح المصري موضحا أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية. وقال تيفيرا إن الاقتراح أيضا عبر الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع الذي لم يتم إنجازه بعد قلقا كبيرا لدى مصر التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان. فيما تقول أديس أبابا إن السد الذي تبلغ استثماراته 4.8 مليار دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر. المصدر وكالة الأنباء الإثيوبية. طيب تعالوا ننتقل للخبر التالي، ولكن قبل ما ننتقل للخبر التالي حضراتكم عارفين رأيي في سد النهضة، هم مش هيحترموا نفسهم إلا من نتعامل معهم عسكريا، وده هيبقى الحل الأمثل بالنسبة لوجهة نظري. ماشي. في خبر تاني وهو نهر النيل من أنهار جهنم، ده تصريح عالم أزهري. تعالوا نشوف إيه صحة الخبر ده. ظهر العالم الأزهري المصري سعد الدين الهلالي في حوار تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب أمس الثلاثاء، تحدث خلاله عن عدد من القضايا الدينية الهامة. بعد انتهاء الحوار تداولت صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر تصريحات منسوبة للدكتور سعد الدين الهلالي قال فيها عندما جاء الفتح الإسلامي إلى مصر
ورأى الصحابة نهر النيل تعوذوا بالله منه وقالوا إنه نهر من أنهار جهنم. وقال موقع فالسو المتخصص في رصد الشائعات والأخبار المزيفة في مصر أن الهلالي لم يذكر أن نهر النيل من أنهار جهنم، ولكنه طلب المواطن المصري بتقليل استهلاكه من المياه، مؤكدا أن استهلاكه أكبر من أي مواطن آخر في العالم، حيث صار استهلاك المواطن المصري للمياه أكثر من ضعف المواطن الأردني. وأوضح الهلالي أن مشكلة سد النهضة بدأت في 14 مايو 2010، حيث اجتمعت دول حوض نهر النيل وأعطت لأنفسها الحق في كسر اتفاقيات حوض النيل التي تعطي لمصر حصة تقدر ب 55.5 مليار قدم مكعب. المصدر وسائل إعلام مصرية. جينا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. ما تنسوش دعمونا بلايك واشتراك في القناة، ده هيسعدني، وأشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.